بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. المحاضرة إن شاء الله بإذن الله ستكون مجزأة اليوم، الجزء الأول سيكون مراجعة مكثفة لما مر، القسم الثاني سيكون إكمال للقاء الأسبوع الماضي، إكمال الوضوء، وسنأخذ إن شاء الله بإذن الله الغسل، وثالثا سيكون في الأخير للمناقشة أو للواجبات أو للأنشطة، وقد تتخلل وسط الدرس. النظام أو الطريقة الجديدة يعني أنه لن تكون هناك، معلش اسمحوا لي، أسئلة إلا مني لكم، أما أسئلتكم ستكون في نهاية اللقاء. والسبب أني تفاجأت اللقاء الماضي ما أكملت الوضوء، وهذا خلل بالنسبة لي للمنهج، أن الدورة يعني مجزأة فما ينفع ندخل شيء في شيء. طيب الأسئلة ستكون كثيرة، قيدها، شيء ما فهمته، شيء ما تريد تسأل عنه قيده واكتبه عشان ما تنساه، ونهاية اللقاء 15 دقائق، لأنه ممكن يذكر يعني في نفس اللقاء يذكر. طيب يا مشايخ، تتذكروا أول اللقاء عن إيش كان؟ لا طيب أنا متميز عليكم لأني مسجل كل شيء. طيب كان على المقدمة مقدمة في علم الفقه، فالفقه لغة الفهم واصطلاحا أيش؟ اصطلاح كل الأحكام الشرعية، معرفة العلم بالأحكام الشرعية الفرعية. طيب ما فضله، فضل علم الفقه، دراسة علم الفقه؟ هو فرض، دراسة علم الفقه هو فرض، فرض عين في الأمور الأساسية. أحسنت، أنت تتكلم عن الحكم، لا فضله. ما ليش أنا أدرس علم الفقه بالذات؟ علم الفقه ليش يدرس؟ لتفهم ما يجب. أحسنت، لأنه من العلوم الشرعية، لأنه من العلوم الشرعية. ما حكم تعلمه، تعلم علم الفقه؟ هو فرض عين للأمور التي يجب على الإنسان لأداء ديني، شعائر دينه. فرض عين. طيب فرض عين، الثاني بس فرض عين؟ فرض كفاية. وأيضا يكون فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقي. متى يكون فرض كفاية؟ في التي يعني لا يحتاج الإنسان بشكل دائم في إقامة. طيب من اللي حضروا معنا الشيخ عمرو؟ أنتم ما حضرتم؟ طيب شيخ عمرو، أبو مروان، مثل لعلم الفقه الذي يكون فرض كفاية، مو فرض عين، فرض كفاية. فقه فرض كفاية، مو واجب علي أن يتعلمه. مثل علم الفرائض. طيب ماذا يكون مثال لفرض العين؟ الصلاة والوضوء. ليش؟ لأن المسلم يبد عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة. طيب حضرت معنا انت. طيب الفقه تطور بأربعة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التشريع، متى كانت مرحلة التشريع؟ هذه المرحلة الأولى. لا واحد الصحابة ولا في قبلهم؟ أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. متى انتهت هذه المرحلة؟ بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرحلة الأولى، مرحلة التشريع. المرحلة الثانية، المرحلة الثانية، مرحلة التابعين، الصحابة والتابعين، قبل التمذهب، قبل المذاهب، قبل المذاهب، وكانت تقريبا من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى 100 للهجرة. كم اشتهر من الصحابة في هذه الفترة؟ تقريبا 130 صحابي اشتهروا بالفقه. كيف كان كيف اشتهروا بالفقه؟ ايش كانوا يسووا؟ ألفوا؟ ما في تأليفات،
لا تجد تأليف للصحابة. طيب ماذا؟ الحديث. برواية الحديث. الحديث يعني بنقل. لا. اشتغلوا بحاجتين. إما بالفتوى. فالآن لما تبحث في الكتب تجد فتوى ابن عباس، فتوى عائشة، فتوى عمر بن الخطاب، هذا من فقههم. أو الاستنباط. كيف الاستنباط؟ مثل عمر لما جاءنا في الفرائض يستنبط الشيء، يعني يقول هذه الآية معناها كذا. لما نفسر الكلالة هي من لا ولد له ولا أخ ولا أحد. طيب يستنبط أو يفسر الحكم. من فقه. طيب يا شيخ لو تتذكروا لا في المرحلة الثانية الآن، في مرحلة الصحابة اشتهرت تقريبا في مكة من الصحابة الذي اشتهر بالفقه في مكة عبد الله بن عباس، ومن التابعين اللي تبعوا عبد الله بن عباس عطاء، مدرسة عطاء وطاؤوس ومجاهد وعكرمة. ليش استفيد أنا من هذه المدارس؟ لأنك أنت تضبط تعرف. أنت الآن لما ترجع مثلا للحكم في المسألة، أنت لو تلاحظوا إحنا خدنا الآن محاضرتين كلها أحكام، هل نذكر الخلاف؟ لا نذكر الخلاف. لكن لو جاء شخص الآن وقال لا هذه المسألة فيها خلاف، كيف أنا استنبط الخلاف؟ استنبط الخلاف لما أجي أراجع وأجد مثلا ابن عباس من فقهاء مكة قال مثلا يجوز، وجاء واحد من فقهاء العراق عبد الله بن مسعود بالتحريم، فعرف أن هذه المدرستين مختلفة. وكل من جاء بعد عبد الله بن عباس سيقول ماذا؟ سيقول مثلا بالجواز، سيؤيد شيخه وما ومن أفتى، فلا أتقوى على هذا عن هذا. طيب أبو ذر الغفاري من فقهاء المدينة. أبو ذر الغفاري يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا جمعت في اللي أرسلت له إياكم المشهورين اللي اشتهروا في كتب الفقه. طيب في المدينة من يشتهر يا شيخنا في المدينة؟ زيد في الصحابة، زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، ومن التابعين الفقهاء السبع المشهورين العبادلة منهم وسالم ونافع والزهري. ميزة أهل المدينة تقيدوا بماذا؟ في منهج النبي عليه السلام في المدينة. أي نعم. ليش؟ لأنه ما اختلف طبيعة الرسول لما مات، كل شيء موجود، ما في شيء تغير، كل شيء خلاص معروف، ما في شيء جديد. طيب لكن الفقهاء الثانيين بالذات اللي راحوا العراق ظهر إيش؟ أشياء جديدة. هذا المثال الواضح للكل مثل النهر أو مياه البحر، خلينا في النهر. لما راحوا للعراق وجدوا نهر، فهذا النهر طهور غير طاهر، نتوضأ منه ما نتوضأ، إيش أحكام النجاسات اللي فيه؟ طيب لو تغير ما تغير. فهنا ظهرت أحكام جديدة لم تكن موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في من سكن مكة أو المدينة. طيب ثم بعد ذلك جاء أن هناك مكثرون من الصحابة ومقلون ومتوسطون. طيب المرحلة الثالثة حالة الاستنباط، التمذهب. وجاء من كم إلى كم تقريبا؟ من سبعين أو مئة، من بعد المئة مثلا إلى 1300 اللي هو قبل الآن، قبل 100 سنة. كان هناك تشدد وتعصب في فكرة إيش؟ المذاهب. فيجي عند الشيخ يقول له مثلا بتزوج ابنتك، يقول لي على المذهب الشافعي، ويكون العقد على المذهب الشافعي مثلا. أو حتى في القضاء، حتى في القضاء مثلا بيني وبينك مشكلة، فنرجع للقضاء مثلا الحنفي. في الصلاة مثلا في الإمامة يجيك على المذهب المالكي. كان في عملية تعصب. بعد 100 سنة هذه والانفتاح وأصبح العالم منتشر وأصبحت تتناقل الفتوى والدروس، وظهر ما هو الفقه الأخير اللي هو الفقه المعاصر، وهو الأخذ بالدليل. هل هو ظاهر الآن لنا؟ ظاهر لنا لأنكم تدرسوا فقه، لكن الأمة ما هي ظاهرة. ليش؟ لأنه ما زلنا ما لأنه شفتوا التمذهب. التمذهب من متى بدأ؟ تقريبا نقول بعد 100. هل ظهر في 100؟ لو جينا الشخص كان في 110 أو 120 أو 200 للهجرة، كان في تمذهب يعني واضح للأمة؟ لا. لكن مع الاستمرار وظهور المدارس، وأنه الشيخ أصلا بعد ما مات الشافعي ولا المالكي، إذا بطلابه ينقل الأحاديث والفتوى، فإذا بهم يتقلل بالمذهب هذا. لا
فنحن الآن اللي حاصل الآن في هذه 100 سنة ظهر ماذا؟ المجمعات الفقهية، وظهر فقه النوازل، وظهر الموسوعات الفقهية اللي ظهرت. وهذا الواجب الآن الإنسان إذا يريد أن يبحث وأن يرجع، يرجع لهذه الموسوعات. الشيخ أسامة نبهني الأسبوع الماضي لشيء تقصدته لما أعطيتكم بعض الواجبات. أنا متأكد أن أغلبكم اللي أرسل لي استخدم فكرة جوجل، يدخل الشيء في جوجل، الشيخ جوجل، ويلا طلع لي وينسخ ويرسل لي. أنا ما عندي مشكلة في النسخ والإرسال، لكن أين المشكلة؟ المشكلة أنت الآن إذا أردت أن تشتري سمكا وين تروح؟ تروح سوق السمك أو البحر. إذا أردت أن تشتري خضار أين تذهب؟ تذهب مثلا مزرعة أو محل الخضار، كل شيء قسم. أنت الآن إذا أردت أن تسأل عن حديث المفروض ما تذهب إلى جوجل، والسبب أنه يعطيك، حتى لو ذهبت إلى يعني بالنسبة لجوجل لابد أن يكون عندك معرفة ممن أخذ، ممن أخذ المصدر، مو فقط أخذ المعلومة وأمشي، لا. فلا تضيع ناس تعبوا واجتهدوا وكتبوا. ومن الجميل يا مشايخ في شيء تسمى المكتبة الشاملة، اسمها المكتبة الشاملة، هذه تضم فوق 6000 كتاب. ما شاء الله هذه جميلة تراز. تكون عندك في البيت في كمبيوترك في كذا. ايش ميزتها هذه المكتبة؟ لما تدخل على الكتاب تجي على نفس الكتاب، مثلا صحيح البخاري تبغى تبحث، لو تأتي أنت بس بجزئية مثلا الحديث وتكتب هذه الجزئية سيأتيك بماذا؟ سيأتيك سيأتيك مثلا أين جاء الحديث هذا. لكن أنت لازم تشتغل على نفسك، يعني أنت اللي تقرأ، وما يعطيك النتيجة ويعطيك أين جاء الحديث. فلو جاء مثلا في كتب البخاري، أنت تعرف البخاري له شروح، تذهب ما فهمت الحديث تذهب إلى شروح البخاري. إذا قدر الله أنك تريد الحكم في هذه المسألة على مذهب معين، تبقى مثلا حكم مثلا الطلاق بالثلاث، رجل طلق زوجته بالثلاث، تبقى تتعلم، لا مو مسألة فتوى، ما حكم الطلاق بالثلاث. لو كتبت أنت المسألة هذه سيأتيك بعدة مواضيع. أنت تريدها على المذهب الحنفي، ميزة زيادة الدورة أعطيتكم إيش؟ الكتب المشتهرة في المذهب الحنفي سواء قديما أو للمتأخرين. فتأتي أنت بنفس الكتاب هذا وتشوف ماذا قال، كذا أنت ضبطت المسألة في حكم الطلاق بالثلاث عند المذهب الحنفي. فهمتوا كيف الطريقة؟ طيب هذه الطريقة الكلام سهل، أنا ما أخذ مني 30 ثانية أو دقيقة الكلام هذا، لكن تطبيقه صعب. طيب كيف، ما الذي يعينني بعد الله في مسألة مثل المكتبة الشاملة؟ بعد الله سبحانه وتعالى هناك دورات كثيرة أظن في النت لطرق استكشاف أو البحث أو كيف تأتي بالمعلومة. طيب الشيء الثاني على الممارسة، الممارسة لأنه تكفيك نعم أن تجيب أي شيء، تجيب الآن مثلا غسل الوضوء مثلا وابحث فيه. أيضا الكتاب فقط كونك تقرأه هذا يكفيك، حتى لو ما عندك بحث عندك 6000 مجلد وقابل للزيادة، سواء كانت من كتب القدماء، سواء كانت من المعاصرين، من رسائل سواء علمية، من مجالس فتوى، من أي شيء. فكون عندك بس يكفيك في القراءة، في التحضير، في أي شيء. إن شاء الله بحثوك اللينك بتاع المكتبة الشاملة دي، فعلا هي دي مفروض تبقى المرجع بتاع كل مسلم. طيب كذا انتهينا من هنا، ما حكم التمذهب؟ بس لسه إلى الآن في عملية مواقيت الصلاة إلى اليوم نحن عندنا خلاف هذا، لكن نحن نأخذ مواقيت صلاتنا على الحنفي. عم تفرع 10 دقائق أداء الفجر، عم يفرع 3 دقائق أداء المغرب، حسب ما عم تقلل طلع أنت يفوت على هذا. فيما مر في عندك خلاف في اللي أخذنا من أول؟ لا عم بحكي عن طيب. التمذهب إلى الآن لو تلاحظوا يا مشايخ طريقتنا أنه ما نأتي للأقوال العلمية وفي نفس الوقت نخرج بالدليل، فأنت كونك عندك دليل يكفيك يعني حتى أنت تكون مطمئن. فيما مر في أحد عنده إشكال فيما مر؟ رغم أنه في خلافات فيما مرت أنواع النجاسات ونجاسة الكلب وغير الكلب، المهم. طيب ما حكم التمذهب يا شيخ؟ التمذهب حكمه الشرعي؟ حكم التمذهب جائز. متى يحرم؟ يا شيخ إذا كان الإنسان عنده يحرم؟ ما يحرم، هو قال جائز. لا هو يعني إذا كان الإنسان
لديه شيخ فليلتزم به، إذا كان هو تعلم ولديه شيخ فليلتزم به. طيب. إن كان من العموم، من العموم ليس عنده القدرة على البحث العلمي والبحث، إن كان هو من طلاب العلم أو عالم في حد ذاته فيجوز له، لكن لا يشترط عليه طالما يستطيع أن هو يحفظ. طيب. الله أعلم. هو كلامك صحيح، لكن على العموم التمذهب في ثلاث نقاط. النقطة الأولى ترك التمذهب لا يجوز، اللي يقول لك لا يوجد مذاهب ولا نتبع أي مذهب، وهذول اختلفوا وضيعون وضيعوا الدين وضيعوا الشريعة، هذا خطأ، هذه الدعوة خاطئة، هذا اللي ما يفقه يقول هذا الكلام. اثنين، التمذهب بمذهب معين للعامة جائز. ثلاثة، من رزقه الله الاجتهاد ويريد أن يخرج هذا لا يجب عليه إيش؟ التمذهب، ويجوز له الخروج. عالم نعم من الأحكام. توصف حالة الخروج بالمذهب معين. أي نعم. فقد يكون الآن مثلاً في مصر إما الشافعي أو الحنفي، هو مثلاً بحث فإذا به يجد الدليل هذا قوي، هو نظر للدليل. هو نظر للدليل، لكن طلع إنه هذا الدليل يوافق مثلاً الحنابلة أو يوافق المالكية وهو يخالف بلاده. فنجي نقول له لا أنت أخطأت، ليش تخرج عن أهل بلادك أو لا. خلاص. طيب مصادر الفقه الإسلامي، الدليل أي دليل عندك؟ مصادر الفقه كيف يعني تستدل على الحكم؟ مجموعة مصادر. جميل. الأول القرآن. اثنين بعده السنة. ما المقصود بالسنة؟ ما السنة النبوية، كل قوله أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولا أو فعلا أو تقريرا. طيب الثالث، المصدر الثالث إجماع الفقهاء والعلماء. في موجود الإجماع؟ نعم. يعني هل معقول هؤلاء إلا الصحابة يجتمعوا؟ مثال الإجماع، أمثلة للإجماع. سنة الفجر إنها سنة. طيب أجمع العلماء، شوف إذا سئلت دائما الأسئلة الواضحة هي الصعبة، الأسئلة الواضحة هي الصعبة، فلو سئلت عن الإجماع فبإجماع الأمة كلها مو بس العلماء أن صلاة الفجر واجبة، أن صيام رمضان، أن الحج واجب مرة واحدة، صح ولا لا؟ أنه لا تقبل صلاة بغير وضوء، هذا كله بالإجماع. لكن من الأمثلة الواضحة منها جمع القرآن، منها ولا الإجماع، المقصود بالإجماع الإجماع دليل. لا تشريع، لا تشريع، هذا أحداث غير 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 قبل للنقاش، الفروض والحاجات دي غير قبل. لا هو السؤال إيش جاء؟ ما هي مصادر الفقه الإسلامي؟ الكتاب، القرآن، اثنين السنة، ثلاثة الإجماع. فهنا بناخذ مثال الإجماع، يعني مثلا لو جيت قلت لك ما مثال للقرآن؟ حتقول لي وأقيموا الصلاة، هذا دليل على وجوب الصلاة. مثال للسنة حديث يقول إيش؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حكم. مثال للإجماع فيقول مثلا إجماع الصحابة على قتال مانع الردة، إجماع الصحابة على تولي أبي بكر الخلافة، طيب إجماع الصحابة على جمع القرآن، على كتابة القرآن، إجماع الصحابة على وجوب الصلاة، إجماع الصحابة على صيام رمضان، ما في أحد أنكر، لم يوجد أحد من الصحابة جاء قال أو أفتى أو استنبط أن صيام رمضان مثلا سنة. إجماع الصحابة على الأمور الفرضية موجودة. نتكلم عن دي أمور فرضية، أمور النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها. الصلاة فرضت من كل سبع سنوات، فدي فرض علي أنا كمسلم، ربنا أمرني بها في التشريع كقرآن كنص، كنص شرعي موجودة صريحة، وسنة موجود صريحة، فما يجوز الإجماع فيها هنا. ما يجوز الإجماع؟ لا لا، أنا أقصد إن ترتيب المصدر ثالث مش ترتيبه أول، أنا عندي أول وثاني، الثالث أنا مش محتاجه لأن أنا عندي بينة واضحة، مش ما ينفعش إن أنا أروح للمصدر الثالث. ما في مشكلة، أنت أول مرة تحضر معنا صح؟ بس أنا درسها في جامعة. جميل ممتاز، أنتم حضرتوا معنا. نعم. ما رأيكم في كلامي؟ الإجماع أقوى من إنه إجماع يعني بيستثني. لا 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 ممتاز. لا 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 في لا على موضوعين. الله يستر عليك، بس كفي هذا الرد يكفي. مثال ثالث من يرد ايضا؟ تماما.
الإجماع هو لا لا يكفي كفي بس أنت الآن هذا رد إنه إيش؟ إيش رده معليش؟ أقوى من أقوى من, أقوى من الإجماع وأنت رديت إنه إيش؟ إن إحنا نتكلم في موضوعين مختلفة كان جميل هاشم. إحنا نروح الإجماع لما نش حاجة في القرآن والسنة ونطبق عليها الإجماع ونشوف هاي الفقهاء فيها. ممتاز ثلاث ردود. لا الإجماع لا ينقض وجود دليل في القرآن والسنة. ممتاز أربع ردود. كفيها. يعني يكملوا إيش بعضهم البعض القرآن السنة. والإجماع لأن لا يمكن إجماع على مخالفة القرآن والسنة. طيب أنا أطلب منك يا شيخنا أنك تستمر معنا إنه فائدة الدورة هذه التنقيح. أنت تتكلم عن شيء لا أتكلم عنه، أنا أتكلم عن شيء موجود في الكتب. المقصود بالإجماع، ما المقصود بالإجماع؟ الدليل أنه لما تأتي بحكم مثلا أنا أجي أقول لك ما ميراث الجدة، تقول لي ميراث الجدة السدس، أقول لك هديني دليل، تقول لي لا يوجد في الكتاب ولا يوجد في السنة، يوجد في إجماع. تمام. فهذا يعتبر دليل. تماما في الحضر الدرعي، لكن اللي أنا أقصده برضو في ترتيب المصادر وأهميتها وأولوياتها. أنا عندي تشريع وبعدين سنة وبعدين إجماع وبعدين في ست مصادر. طيب ايش رايك ايش نتوقف نكمل ايش؟ طيب بعد الإجماع وين وصلنا؟ ها ما بعد الإجماع ما في مصادر ما حضر القياس. ما المقصود بالقياس؟ القياس هي أمور مستجدة لم تحدث في أيام النبي الصحابة، فنقيس على ما حكم على مثلها. أي نعم نقيس على مثال يا شيخنا، مثال القياس. المسلمين فهن يعني خاص الامور انه لا يستطيع المسلمين ان يبقوا بلا خليفه. يعني مثل صار حكم انه يجب ان يكون دائما للمسلمين خليفه. نقول قياس وجوب او صلاحيه ابو بكر الصديق خليفه للرسول لانه كان الرسول ايش يجعله خليفه للصلاه، فكان نقصنا انه اصبح يعني كون الرسول في حياته كان يجعله مستخلف، فبعد وفاته نجعله هو مثال. هذا مثال ايضا تحريم الان المخدرات. لو جاء واحد قال ما دليله الان المخدرات ما حكمه؟ قلنا له حرام. دليل الخمر. اعطوني دليل ما دليل، فنقول الاسكار. هذه بالقياس. اوكي بعد القياس جاء شيء الاستحسان، وهو ما جعله او ما راوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. ثم بعد ذلك المصالح، المصالح المرسله، وهي مش المصالح المرسله، العرف بين الناس. مصالح المرسلة هي حكم لا يشهد له في أصل شرعي، لا يشهد له في أصل شرعي. مثالها الآن تسوية الصفوف، الآن هذه الموجودة المكبرات، ما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. طيب بعد ذلك العرف، ما المقصود بالعرف؟ العرف اللي هو تعرف عليه مجموعة من الناس وكذا. مثاله الآن الملبس. كيف الملبس؟ يعني تصور احنا الان واحد ابيض واحد احمر واحد اخضر واحد ازرق، لو جينا عند قبيله او عند باديه وقالوا هذا عيب، ايش الكلام هذا؟ ملابس نساء هذه. عرفهم تصير ولا ما تصير؟ تصير زي العمامه عند اهل اليمن. الامام انت الان هنا قد تلبس الامام يستنكروا عليك، يقول لك كيف تلبس انت ايش هذا؟ صح ولا لا؟ طيب العرف محكم؟ محكم ما لم يعارض الشرع. ما مثاله الآن؟ مثل المهر. لو جينا عند قبيلة قالوا والله يا أخي احنا زواج بناتنا مثلا ب10,000 دولار، ما في أقل من كذا. طيب يا جماعة هذا ما في عليها دليل أو ما عليها لا من الكتاب ولا من السنة. قلنا احنا تعرفنا خلاص، اجتمعنا احنا أهل القبيلة أو كذا، فرأينا أنه لا نزود ولا ننقص عشان ما يصير في عملية زعل أو شيء، فيجي واحد يطلب أكثر ويجي ثاني يقول لك والله أنا أقل. طيب الحكم التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام، هي الواجب و مستحب. أنت جبت ولا لسه؟ أنا جبت. ها واجب؟ الواجب يعني تقصد الفرض وال... أعطيني الواجب، مثال للواجب. الأحكام الشرعية 5. الواجب هو مثاله الصلاة. مثل صلاة الفرض، مثل صلاة الفرض اللي هي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء والجمعة. الجمعة الثاني
الثاني هي خمسة، أي واحد؟ سؤال من ثاني. الأحكام التكليفية خمسة. أول شيء الواجب. الواجب. ثاني حاجة المستحب. المستحب، مثال المستحب. زي صلاة الضحى. صلاة الضحى. كل ما فعل. صيام الاثنين والخميس. السنة. كل سنن، أي سنن؟ فهذه تسمى مستحبة أو مندوبة أو ثالث. ثالث شيخ أسامة. المباح. أو المحرم. المباح. مثال المباح. الطيب. 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 لا الطيب مستحب لأن الرسول كان يحب الطيب. لكن نوع الأكل. الآن لو جيت قلت لك تبى قهوة أم شاي؟ نريد شاي. مباح هذا. ما تريده. الرابع. محرم. محرم. مثالهم. يعني السرقة. السرقة. كيف تعرف أن هذا الحكم محرم في الشريعة؟ إحنا الآن إحنا نأخذ أحكام التكليفية. ما المقصود بالأحكام التكليفية؟ أني لما أقرأ كتاب الله أو أقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأسمع حكما تكليفيا، الله يأمرني بشيء، هذا الواجب أمر مقابله عقوبة، من ترك الصلاة ما سلككم في سقر، هم في النار، فقالوا لم نكن من المصلين، ففهم وجوب الصلاة. المندوب السنة النبي عليه الصلاة والسلام يرغب به ويحببه. المباح الشرع يتركه، لا ما في عندنا دليل في اختيار نوع الفاكهة، كل الموز أو التفاح ما في. المحرم يكون فيه حدا شرعيا، مثل السرقة فيها حد، مثل لعن أو طرد، مثل عقوق الوالدين، مثل طيب. الخامس المكروه. المكروه أحسنت. مثاله المكروه إنك تيجي تصلي وقت الزوال أو وقت الشمس تكمل السماء. الصلاة في أوقات النهي على قول، لسه ما جينا على الصلاة، لأن في بعضهم يروا التحريم، بعضهم يروا التحريم. العموم مثال ثاني عندك ولا غير الصلاة في أوقات النهي ما فيها إشكالية؟ مثال أكل الثوم حضور المسجد، مثال كثرة الجدال، مثال ترك السواك حتى تغير الرائحة أو شيء، يعني أنه ما تأتي تقول لواحد حرام. لو جاك إنسان مثلا، لو جاء إنسان مثلا ما لم يستك وفي رائحة فيها والعياذ بالله في فمه، يعني المهم شاء الله السلامة، هل تقول له حرام أنت ما تفعله هذا حرام؟ لا ما تقول له حرام، أنت فعلت شيء مكروه. مثاله بس هذا كفي. بعد ذلك جاء الحكم الوضعي، أي ما وضع لفهم الحاجة كالعلة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد. فالعلة مثال الإسكار في تحريم أي شيء، أي شيء مسكر، فأصبح هذا علة ليش؟ علة للتحريم. السبب مثل وجود، أين السبب؟ مثل وجود مال ما حال عليه الحول وبلغ النصاب، فهو سبب لوجوب إيش؟ الزكاة. المانع ما يمنع هذا الوجوب كالدين، نفس هذا الشخص اللي عنده مثلا 100,000 وحال عليه الحول، وجب عليه الزكاة؟ وجب عليه الزكاة. لكن جاء قال لك والله أنا علي قص سيارة أو أقساط أو ديون أو شيء، كم ديونك؟ قال مثلا 120,000 بس لسه ما سددتها. إذا تغطي إيش؟ تغطي الفلوس اللي عنده، تغطي الفلوس اللي عنده. طيب. أولا هو سدد طبعا 120,000 المية اللي عليه 20,000، يعني أنا أفضل عندي كاش وعليه ديون وما أدفعش زكاة. إيه لكن لو كانت في التجارة، هو لو دفع المبلغ كامل ما عنده تجارة سلع. طيب هنا في مسألة معليش هي مين موضوعنا، لكن من باب الله، هو عنده كم؟ 100,000 وعليه 120,000. فلما جينا سألنا انتبهوا لأنه المثال حقي شوية قد يكون فيه خطأ، فجينا سألنا قلنا له 120,000 هذه اللي عليك حال الآن؟ قال لا ما هي حال، هذه 20 سنة. طيب كم الحال عليك الآن؟ مثلا قال 5,000 السنة هذه واجب عليه 5,000. نقول له نجوز لك أنك تخصم بس 5,000 ماتن أي من رأس المال من 100,000 وتزكي عن 95. انتبهوا ما يجي يعني واحد يقول لك لا خلاص أنا علي 120 علي اقساط البيت لسه ما سددت، السيارة ما سددت، فأنا ما علي زكاة، أنا بخرج من الموضوع. طيب بعد ذلك يا مشايخ أخذنا فائدة المراجعة هذه مشايخ الحفظ ولا ما تأيده؟ نعم وبشدة. طيب عشان لو واحد زعلان يقول لي. بعد ذلك أخذنا كتاب الطهارة، فين وصلنا في الأسئلة؟ عندك يا شيخ كتاب الطهارة، ما المقصود بكلمة كتاب؟
ليش أنا أرجع أذكركم ليش أسألكم عن كلمة كتاب؟ لأنه هذه تجدوها في كتب الفقه وكذا، لما تفتح يقول لك كتاب، باب، مبحث، فصل، لابد أن تعرف يعني إيش المقصود. فما المقصود بكلمة كتاب؟ يجمع إيش؟ عدة أبواب في موضع، في موضوع واحد، قد تكون مواضيع مختلفة. هو مثلا كتاب الطهارة لكن تحته أبواب، باب إيش؟ الوضوء، باب المياه، باب النجاسات، باب الغسل. بس يبقى كده في موضوع واحد اللي هو الطهارة. الطهارة. ممكن طيب مختلفة ممكن موضوع واحد. إيه نعم، بس الباب لا. الباب. الباب اللي تحته كل ما جاء تحت الباب تبع الباب، لكن الكتاب. طيب يا شيخنا الطهارة، ما المقصود بالطهارة؟ الطهارة إزالة النجاسة، إزالة الخبث. الحين قد راجعناها أول، إزالة الخبث ورفع الحدث. حاولوا تحفظوها، إزالة الخبث ورفع الحدث. طيب إزالة الخبث مثل ماذا؟ إيش يعني إزالة النجاسة؟ نجاسة، خبث، النجاسة، إزالته، كيف نزيله. طيب والحدث، رفع الحدث، ما هو الحدث؟ الغسل على من؟ الغسل على من؟ الجنابة والغسل استعداد للتطهر. الجنابة يعني لو جينا الإنسان ليس متوضئ، إنسان لا إنسان، مثلا واحد اسمه مثلا قلم، يا قلم أنت متوضئ؟ قال لست متوضئ. هذا الآن عليه حدث ولا نجاسة ولا خبث؟ حدث. حدث. فلا يرفع هذا الحدث إلا بماذا؟ بالوضوء. بالوضوء. طيب مثال ثاني، ماذا أنتم عندكم إشكالية في الموضوع؟ حدث أكبر يوجب الغسل. يوجب الغسل لماذا؟ لأنه لا يوجد عليه نجاسة نزيلها. الآن لو جاءنا هذا قلم عليه قال علي جنابة، وما عليه نجاسة الآن نزيلها، نوجب عليه إيش؟ الغسل لرفع الحدث. طيب أيضا مثال ثالث معلش عشان أشوف فاهمين ولا لا، ولا أنا أسألكم نجاسة الكلب، أنا أسألكم مدام نجاسة الكلب حدث ولا إزالة خبث؟ إزالة خبث. إزالة خبث. اختلفت هي نوعين، لو جت على انه ما في غسل هي نوعين، لو جت على الثوب يبقى ازاله خبث، ولو جت على جسمي يبقى حدث. لعاب الكلب خبث، الحدث يفسد الوضوء، يعني خلص انتقل الوضوء، الكلب اذا بقى ما بيفسد الوضوء وانما سبب في المكان بعد النطف وصل. طيب صح. طب وإذا أنت إذا اللعاب جي على جسمك أنت ما بيفسد وضوئي؟ المهم يا مشايخ عشان ما ندخل في تفاصيل، المقصود بالطهارة حاجتين، إزالة الخبث اللي هو النجاسة، العين النجاسة، ورفع الحدث. ما هو الحدث؟ هو وصف حكمي، ما هو حقيقي، وصف حكمي يمنع من الصلاة، يمنع من الطواف بالكعبة. لأرفعه لابد لي من الوضوء إن كان حدثا أصغر، أو الغسل إن كان حدثا أكبر. طيب ما حكم الطهارة يا شيخ رشاد؟ طهارة بصفة عامة ما حكمها؟ مستحبة مو واجبة. ليش يعني مو واجبة؟ يعني الآن ممكن أسألك على المتوضي تقول لي ماني متوضي، يقول لك حرام. لا مو حرام. طيب لو جيت قلت لي والله أنا متوضي استحبابا، نعم استحبابا، إيش دليلك على الاستحباب؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتوضين، قول الله تعالى. طيب إذن هو يقول مستحبة، ما تجب؟ مو مرات تجب؟ طيب تجب في ماذا؟ في ثلاث مواضع، في البدن والثوب والمكان. فلا يجوز لي أن أصلي إلا وبدني ما في نجاسة وأنا متوضئ. نفس الشيء ثوبي ما يجوز أصلي وعفيها بول أو على الثوب أو على الماء سأصلي فيه في نجاسة. والثالث المكان، ما دليل المكان؟ أطهر بيتي طائفين الطائف طهورة. طيب جينا لأحكام المياه، دخلنا في أحكام المياه،
ليش تكلمنا عن المياه؟ صح متذكرين تكلمنا عن المياه؟ طب ليش ايش دخل المياه في الموضوع في الفقه؟ هي أصل الطهارة بالماء، ولا يطهر بمائع غير الماء، فلا يجي واحد يطهر بماء غير الماء. وأصل خلق الماء ايش؟ طهور، طهور، وهو الباقي في على خلقته كمياه ايش؟ الأمطار، الآبار، الأنهار. فما حكم هذه المياه؟ طهور، فتطهر، هي طاهرة في نفسها، فلو جاءت على ثوبك يجوز لك أن تصلي حتى وثوبك مبلول، ويجوز لك أن تتطهر بها. طيب الثلج إن ذوب طهور، مياه البحار، البحر المحيط طهور، طهور طهور، ومياه المحيطات طهور برضو، الأنهار طهور، الآبار طهور. هناك آبار يكره، يكره استخدامها، هي اللي هي مو بيرين أكثر البضيعة، آبار في في قوم صالح، قوم صالح، قوم صالح، ذروان في برهوت. طيب مثل ديار قوم لوط وأرض بابل وبئر برهوت، وهذه جاءنا الحديث، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام وطعم وشفاء من السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقبة بحضرموت كرجل الجراد من الهوام تصبح تتدفق وتمسي لا بلل لها. متذكرين هذا الحديث؟ طيب إيش يعني تمسي وتمسي لا بلل لها؟ أيوة، تكون جافة في الليل، سبحان الله تجي الصباح وهي مليانة. هذه موجودة؟ نعم موجودة، سألت عنها لكن ما حد يستخدمها، يعني ما في حد أصلا، ما في حد ساكن حولها. الشيخ نبهنا على البئر الذي موجود في المقبرة، مر معنا؟ ما مر معنا. طيب إيه تبغى تحضر دائما يا شيخ إن شاء الله؟ إن شاء الله. طيب نبغاك تبحث لنا في هذه المسألة، ما حكم الوضوء بماء البئر الذي في المقبرة؟ فإن كان مكروها، أنت قلت مكروه ولا حرام؟ قلت حرام، أعطينا الدليل، أعطينا الدليل. الأسبوع الجاي نستفيد كلنا، ترسله لي معليش يوم بكرة الساعة 6 مساء، ترسله لي عشان أراجعه أيضا الساعة 6 مساء. وجزاهم الله خير، وجزاهم الله خير اللي التزموا، اللي التزموا بالواجبات الأسبوع الماضي. طيب غسلوا في الميتين معناتها مشان هيك. طيب بعد شويه انا ما عندي. طيب لا لحظه لحظه، احنا وصلنا قلنا المويه صح. طيب انا الان وصلنا الابار، ما دام احنا قلنا المياه طهوره، اذا متى لا يجوز استخدامها؟ أحسن، إذا تغير رائحتها أو ولا مع بعض لازم الكل، أو نقول أو طعمها أو لونها، هذه الثلاث الأشياء. بماذا تغيرت؟ بحاجة أضيفت عليها. لا، بماذا تغيرت حتى لا يجوز لي أن يستخدمها؟ بنجاسة. إذا تغيرت هذه المياه، مياه الآبار، البقعة من البحر، لأن البحر ممكن كبير، البقعة اللي أنا موجود عندها من البحر، المنطقة اللي أنا فيها متغيرة بنجاسة، بنجاسة غيرت لونها أو رائحتها أو طعمها، فلا يجوز لي الوضوء. طيب خلي التطهير لحظة. طيب عندنا مشكلة يا شيخنا، البحر هذا الآن، المنطقة اللي أنا عليها الشاطئ هذا تغير بنتانة حوت، يعني في رائحة نتنة حتى في الماء من حوت، فهل يجوز لي أن أستخدم هذا الماء ولا لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه في ميتة. لا لا، أي أنتم خلوا الأسئلة وراء بعض، أنت تقول لا يجوز، لماذا؟ لوجود التغير بنجاسة، بالحوت نجس. هذه فائدة الدورة، أنك أنت لما أنت تعرف كيف تحكم مو كذا، إذا الحوت نجس، الحوت ليس نجس،
إذن صار المو إيش؟ طهور. شفت قاعدة الفقه؟ طيب متغير بنتانة أنت لا تريد أن تستخدمه من باب أنه فيه يعني رائحة أو قذارة، لا تطور. طيب عندك يا شيخ الماء هذه البحار والأنهار قد تتغير لونا وطعما ورائحة، لكن بشيء طاهر، بشيء طاهر، مثال ورق الشجر أو تحلب بيجي خضار في الماء، فما حكم استخدام الماء هذا؟ طهور، يعتبر طهور. متى نعارض كلامه؟ لو كان مش بأصل خلطة الماء، يعني مثلا ماذا شرط عليه ماء؟ يعني الشاي لا ترى، إذا كان التغير غير اسمه، غير اسمه كالشاي أصله ماء، لكن لما تغير بوضع هذا العشب فيه أو ورق الشاي تغير لونه وطعمه ورائحته فأصبح طاهر ليس نجس. إيش الفرق بين طاهر ونجس؟ طاهر لا يجوز الوضوء فيه، لا يجوز الوضوء فيه، وفي نفس الوقت إيش لو جاء على ثوبي يجوز لي أن أصلي، لو جاء في المكان الذي أصلي فيه يجوز أن أصلي. طيب غير الشاهي العطور هذه مثلا أو العصير المركز، لكن أنا عندي مثال في العطور الآن، العطر هذا الذي يكون مركز ويوضع فيه ماء، لا مو كحول، اللي هو يسموه عطر الفرش، هذا هنا منتشر، فأنت الآن ترش على الفرش وتصلي، هل هذا الماء يجوز لك أن تتوضأ به؟ لا. لكن أنت ترشه مكان صلاتك فيجوز، ما في شيء، ما مفهوم؟ طيب الماء يستخدم لرفع الحدث وإزالة النجاسة مرمانا، من شك في طهورية الماء، عندك الشيخ من شك في طهورية الماء أو نجاستها، عندك ماء شاكك هل هي طهور أم نجس، ماذا تفعل؟ تبني على اليقين، فإن لم تتيقن تتركهم وتتيمم. طيب مر معنا، لازم تضبطوها لأنه هذه مسألة، كيف أنت الآن ستتيمم صح؟ إذا قمت تصلي كيف يجوز لك أن تصلي وفي ماء؟ إنه في عندنا نهي إنه لا يجوز أن تتيمم وتقوم تصلي وفي موجود ماء، هل يلزمك أن تريقه تكبه أو تتركه؟ لا يلزمك، لا يلزمك، هذه معلومة يعني إيش مرت معنا بس من باب التذكير. أيضا لا أجي أنكر على أحد، لو جاء واحد ثاني جنبي وكب الموية وقال والله أنا أتيمم فلا يجوز لي أن أتيمم بحضور إيش الماء، لا أنكر عليه، لكن الصحيح أنه ما وحتى بوجود الماء ما دام أن الماء هذا هو طهور. قد يأتي مثلا أنا الآن أنتظر صديقي عارف أين الطهور من النجس، مثال خرجت أنا والشيخ هشام إلى رحلة بسيارته فهو عارف المياه ونبهني اللي ترى في جالونين وراء واحد منهم نجس، وصلنا مثلا المكان راح هو يجيب حاجة أو شيء يعني ما حيجي إلا بعد ساعة وساعتين، وأنا الآن جاء وقت الصلاة مثلا صلاة الظهر أو صلاة العصر، خلي الظهر العصر لأنه وقتها طويل، خلينا في الفجر أو في المغرب وقتها قصير، وأريد أن أتوضأ وأصلي، فإذا رحت عند الجالولين أنا ماني عارف ومتأكد أن واحد منهم نجس لأنه خبرني واحد منهم نجس واحد منهم طهور، أنا ماني عارفهم واتصل ما يرد أو ما في اتصال، ماذا أفعل؟ ما يحتاج أكبهم، المهم أتيمم وأصلي، أتيمم وأصلي. طيب شوية جاء هو قبل الوقت وبعد الصلاة، ما دام أنت فعلته. طيب جاء وأنت تصلي، أنا يمديك تسأل وتقول وين الماء، في بعض المذاهب أوجبوا أنك تقطع الصلاة، أي لكن الصحيح والله أعلم أنك تكمل. ليش؟ لأنه هي أنت على طهارة، طيب بعد ذلك أخذنا النجاسات، أحكام النجاسات، النجاسات تنقسم إلى كم؟ قسمين، نجاسة عينية أو نجاسة داخلة جاية يعني. طيب النجاسة العينية تطهر؟ لا يطهر. النجاسة العينية مثل إيش يا شيخنا؟ البول أو الغائط، فلا يمكن أن تطهر البول، يعني واحد يقول بطهر البول، لا يمكن، أو نجاسة
فم الكلب. طيب وهناك نجاسة أعيان تتنجس مثل الثوب أو الأرض أو شيء. طيب نيجي الآن تطهير النجاسة، يشترط أولا إزالة العين النجسة. أول شيء لابد أن تزيل العين النجسة. أنت الله يكرمك الآن في حمام وفي مثلا نجاسة متأكد، هذا الآن القطعة هذه الآن المرمية في الأرض نجاسة من بول أو غائط أو ماذا أفعل؟ أول شيء أحرص على أنها تزال. إذا أزلتها بعد ذلك تطهر المكان. كيف تطهر أرض النجسة؟ ماشي. صب الماء. طيب عندك حياة السؤال شيخنا. طيب ما نجاسة فم الكلب إذا ولغ الكلب؟ اللقاس على الثوب يبقى وقف غسل الثوب. خلينا في الإناء. الإناء يبقى لازم يتغسل 7 مرات منهم واحدة بالتراب سواء الأولى أم الأخيرة أم الوسط. طيب وإذا كان على الثوب جاء الكلب ولغ الثوب؟ يغسل مرة ثلاث مرات. لا إذا لمس الكلب ما بيأثر. مو لمس. اللسان الفم. إذا ولغ الكلب على السوق لا شفنا. مرة ولا ثلاثة؟ هو الأصل 3 مرات للطهارة، لكن الشيخ قال إنه لو حطته بالغسالة خلاص. لا بس مرة إحنا كان مرة غسالة، هي غسلة واحدة ولا ثلاثة؟ ثلاثة. الحديث واضح إذا ولغ في الإناء. 7 لأن نتكلم لو وأنت ماشي الكلب. أنتم جيتوا على مسألة أنا ما كنت حابة أذكرها اللي هي مسألة نجاسة الكلب، هل هي خاصة 7 إزالة النجاسة في الكلب غسلها 7 مرات إحداهن بالتراب، هل هي خاصة في الإناء الذي يولد فيه أم لكل نجاسة فم كلب؟ فعلى العموم عشان نخرج من الخلاف أسأل الله أن يغفر لي ولكم أنه الذي جاء في الإناء خاص بالإناء، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أما في غيره فتغسل كتغسل زي سائر النجاسات، مثل سائر النجاسات كالصيد مثلا لو جاء وصاد حمامة أو أرنبا، إذا أردت أن تطبخ الأرنب لا تطبخه قبل غسله، هنا تعبد أنك تغسله لإزالة النجاسة. طيب يشترط النية في الغسل؟ معلش لا يشترط. فأنت الآن لما تأخذ الأرنب هذا وتغسله مو لازم تنوي أني الآن أغسله، أي رغم أنه الغسل عبادة ولا مو عبادة؟ أي نعم، لكن ليس المقصود بها إلا التارك. طيب النجاسة تغسل 3 مرات أغلب النجاسات، متى تغسل مرة؟ أغلب النجاسات كل النجاسات تغسل كم؟ 3 مرات، فمتى تغسل مرة واحدة؟ إذا زال العين ما عندك ها؟ البول الغلام الصغير لا هاي شغل، متى تغسل مرة واحدة؟ النجاسات تغسل 3 مرات. لا في مكان في مرات تغسل مرة واحدة. ها شيخنا إذا جفت، إذا أنت الآن متأكد في نجاسة لكن جفت فلا تغسلها 3، يكفيك أن تغسلها مرة واحدة. طيب مرة هذه ولا في شيء ثاني ولا بس هذه؟ في الأرض الصلبة زي الآن البلاط أو على صخر أو على شيء مرة واحدة، ما يحتاج دلو ماء مرة واحدة، تدلو الماء مرة واحدة، لكن يشترط ذهاب ماذا؟ النجاسة اللون أو الرائحة أو. طيب الاستحالة، ما المقصود بالاستحالة؟ ما عندك؟ لا هذا كالتكثير. الاستحالة ما هذه فائدة المراجعة؟ أن تتحول النجاسة، نجاسة تتحول فتصبح يعني ما بدون رائحة مثلا أو بدون لون أو شيء، يعني خل يعني هو أتى بميم على قول من يقول بنجاسة الخمر، نجاسة الخمر، فإن ترك الخمر سنة 6 أشهر فتغير، جيت بعدين وجدته ليس خمرا أصبح خلا أصبح طاهرا، بمعنى التحول
التحول وليس بالاستحاله. طيب متى النضح؟ النضح تطهير، فمتى يكون النضح؟ عند رؤية النجاسة. أي نجاسة؟ النضح؟ أيوه، بول الغلام. بول الغلام، لأنه جاء في نصا بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام يكون فيه مضح. بس بول الغلام يسير النجاسة نقطة ونقطتين، مثلا جاءت على السروال أو على الثوب، أنا متأكد الآن أنه في نجاسة على الثوب لكن قليلة ما هي كثيرة، فهل يلزمني غسلها؟ لا لا يلزمني، يكفيني النضح. ما الفرق بين الغسل والنضح؟ النضح بعد أباخت الماء على الثوب. الغسل أنك تضع الماء حتى يتقاطر من الجهة الأخرى، والنضح لا يلزم التقاطر. طيب الدباغة هل هي من الطهارة؟ نعم. متى تكون الدباغة طهارة أو تطهير؟ تحويل الشيء في الجلد، هي خاصة في الجلد. والجلد هذا أي جلد؟ في أي جلد؟ جلد الجماع، الجمال يجوز سواء ذبحت أو نحرت أو هي كانت ميتة. لو كانت ميتة يجوز جلد الأسد، يجوز دباغته واستخدامه. والكلب والخنزير، والأفضل الكلب والخنزير الأفضل. لكن أنا ليش أقول أفضل؟ معليش ليش أقولته أفضل؟ أنه عندك أدلة يعني لا تحرمه لكن كأنها يعني تستنكره، فكأنك لا تجعله، لا تستخدم أي شيء منه فائدة، يعني ما سواء من جلده أو شيء. جاءت التخصيص في الكلب في الحراسة أو في الرعي أو في، نحن كنا نستعمل شعر الخنزير في الفراشي، أحسن فرشاة هي يستعمل فيها الوبر تبع شعر الخنزير. شعر ما كنا نعرف سابقا، بعدين عرفنا أنه غير جائز استعمال. طيب سؤال جميل، إحنا الجلد أخذناه بالدباغة، طيب الشعر؟ كيف حتدبغه؟ تدبغه؟ أيوة. آه لا ما بدبغه. إذن هو طاهر. يبى نسبغه بالصبغ. جسمه كل جسمه طاهر. ها؟ الكلب ولا الخنزير أو أيوه. أي شيء يخرج منفصلا؟ أي شيء يخرج منفصلا هتأخذوها في إن شاء الله في إذا أكرمنا الله في كتاب أو باب الأطعمة أنه طاهر. أي شيء يخرج منفصلا يعتبر طاهر. كيف يعني؟ شعر منفصل. منفصل عن الجلد. منفصل عن الجلد. يعني شعر الخنزير طاهر. ولو استخدم بالفرشاة. نعم. طاهر. نعم. طيب. بعد ذلك خدنا الدلك. متى يكون الدلك؟ على الخف. نعم. كيف الخف؟ مين يفهمني؟ فاهمين هو رماها كذا وحلوها يعني جابها على طول. نعمل له مساج. مثاله إذا أصابت النجاسة طرف الخف والحذاء فيجوز لك أن تحكه تدلكه في الأرض، فهذا تطهير، لا يلزمك إيش؟ غسله. طيب المسح، متى يكون المسح؟ رائحته. ها؟ رائحة. نعم. يعني إذا حكيته ما راحت رائحته، تحاول تحكه حتى تذهب الرائحة. إذا ذهب الجرب وأنت حكيته ولا يوجد بس باقي الرائحة يعني يعتبر طاهر. واحد يدوس في براز تبع الجمل ولا تبع البقر. أنت مشكلة إيش؟ المرة اللي فاتت برضه نفس. ليش؟ لأنه بول أو غائط الجمال وكذا جاء فيها. على العموم جاء إذا الحذاء مثاله، إحنا مثلنا الحذاء لأنه هي واردة أن تأتي فيها نجاسة، فكيف تطهيرها؟ بالدلك، أنك تحكه في أي شيء، إذا ذهب جرم النجاسة وإن بقي فيها شيء من الرائحة فيعتبر إيش؟ طاهرة، يعتبر طاهرة. طيب تدخل فيها المسجد؟ لا تدخل، بالذات في أوقاتنا الحاضرة هي في عرفنا أنه ما تدخل توسخ المسجد. في سؤال عندنا الحذاء تخليه بعدين الله يكرمك، لأنه فتحنا الأسئلة زي المرة الماضية ما انتهينا، آخر اللقاء.
طيب بعد ذلك جينا للتكثير، متى يكون التكثير؟ سألناك شيخ تكثير على المسح ولسه ما جاوبت. المسح على الخف، مسح على الخف وايضا لا نجاسه، نريد نجاسه تزال بالمسح، نجاسه تزال بالمسح. الاعيان عنده ال اذا ما المسح لا ها نجاسه تزال بالمسح. المسح عارفين شو هو؟ ناخذ منديل امسح. هنا لو جات نجاسه الان على اسطح جافه ازيلها. طيب التكثير متى استخدم التكثير للطهاره؟ مثال المائع يعني زي البول مثلا. اها خزان. ها شيخنا كنا قلنا مثلا لو في خزان أيوه. نجاسه جميل، فممكن انا استخدم التكثير. التكثير تكثر المياه حتى تذهب رائحتها او لونها او طعمها فيجوز لك استخدامه. أين العين؟ لابد هذه إزالة اتفقنا عليها. طيب النزح ايش ابو لو سقط في بير نفس البير او الخزان فماذا افعل؟ اسحب المياه. لا هذه تشيل النجاسه هذه اولا، بعدين نزح. تمزح الماء اللي حواليك، تمزح الماء كامل حتى يعود ايش ما في مياه، ثم تاتي بمياه جديده. ويعفى عن يسير النجاسات كنقطة بول. طيب ما حكم مني الآدمي؟ طاهر. الخمر طاهر، والنجاسة فيه إيش؟ نجاسة حكمية ليست نجاسة عينية، يعني إذا جاء ما تجي تقول والله مثلا ولهذا بالله مسلم شرب أمس خمر وفاق اليوم الصباح فيقول لك والله أنا عمس انكب على ملابسي، فهل يجوز أن أصلي؟ الصحيح والله أعلم أنه يجوز له أن يصلي، في خلاف؟ نعم يوجد خلاف. المطهرات كلها الكهول على العموم. لا 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 أنا أكلمك عن الخمر. الخمر نفس الخمر هذا لو جاء على الثوب نتكلم عن حاجة حرام. أي حاجة استعملها حرام. طيب بول ما يؤكل لحمه ما حكمه؟ بول ما يؤكل لحمه مثال البقر الغنم، انت ماشي في المزرعه بالت على ثوبك، هل يجوز ان تصلي وعلى ثوبك بول؟ غير متاكد. ها آه. بول ما يؤكل لحمه، انت ماشي في مزرعه بالت جاءك بول من بقر او شيء او ابل او خيل او غنم، هل تصلي بهذا الثوب؟ يجوز تصلي، يجوز. وبول ما يؤكل لحمه طاهر. طيب والعرق؟ الله يكرمكم، انسان راكب على خيل أو على حمير فيقول لك عندي عرق فنقول طاهر طهور. هل يشترط النية؟ ذكرنا أنه لا تشترط النية في إزالة النجاسة. آخر موضوع مر معنا بس أنا أعطيكم الآن البريك، تذهبوا وتعيشوا حياتكم ونلتقي بعد 10 دقائق على كيفكم. قول الطفل هو الولد غير البنت حسب ما فاهم. قول الطفل أي نعم. أيهما توضى منه أو تشيل نجاسة البنت؟ يعني عندك طفل بول الطفل، بول الطفل سواء ولد أو بنت نجس، البول نجس سواء ولد أو بنت، لكن جاءت الشريعة بالتفريق في طريقة التطهير، فبول البنت فبول البنت لازم من غسله. غسيل الولد النضح. ما السبب؟ أنه جاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واشتهر عندهم حمل الولد، ليس لأنه ذكر وهذه أنثى وهذا أفضل وهذا غير أفضل، مثل الآن اللي يتكلموا يقول لك أنه الذكر أفضل من الأنثى، لا، لكن كان يوجد في عادتهم من العادة أنه أي طفل يولد أنه يدور على الناس، يروح عند جده عند عمه عند أخوانه عند 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 عند، فأكيد مع اللفة هذه تو تفضل. نعم للنص.